المجهودات المتتالية لصاحب الجلالة الملك محمد. امتد مسارها المهني لأكثر من ثلاثة عقود، تجربة متميزة داخل أروقة البرلمان، مسار نضالي كحقوقية حملت هم الدفاع عن قيم حقوق الإنسان بالمغرب. متألقة هذه الليلة الأستاذة سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة. الأستاذة سليمة في مجال القانون الدولي الإنساني من بيروت، برلمانية سابقة كما أشرتِ، ونائبة رئيس لجنة العدل والتشريع ثم عضو مكتب نفس اللجنة بمجلس النواب سابقا، رئيسة مؤسسة نادي ليونس وجدة، كاتبة عامة لجمعية فضاء الطفل، رئيسة جمعية فضاء الشباب التي تعمل على تأطير قاتل الأحياء الهامشية من الشباب والنساء، رئيسة سابقة للجمعية الأندلسية بوجدة، وأمينة عامة سابقة لحزب الأصالة والمعاصرة. جزيلا لكم، شكرا جزيلا للجميع على الالتفاتة الكريمة. جئت من عاصمة المغرب الشرقي وجدة للمغرب في الشرق الجناح. شكرا للجنة المنظمة للالتفاتة الكريمة. ليس هو اعتراف، ليست هي ثقافة الاعتراف، وإنما وفاء وشهادة في حق المرأة المغربية. ليس هو وفاء لشريحة أو تلة من النساء المغربيات، بل هو وفاء للمرأة المغربية ككل، المرأة المغربية المناضلة التي ناضلت منذ تحرير المغرب من الاستعمار وانخرطت واندمجت في مسار التنمية. ولعل الخطاب الأخير لعاهل المملكة جاء ليؤكد ذلك ويقول أن الكرامة الإنسانية هي التي تقود بالمغرب إلى الأمام، وبأن تنخرط المرأة في المجال التنموي. المغرب ينتصر للمجال الصناعي، أن تكون بلدنا دولة مصنعة مواجهة للحرب الطاقية والمناخية والصناعية والرقمية. لذلك يجب أن ينخرط النصف الآخر من المجتمع في هذا المجال التنموي الذي نصبه إليه جميعا. نشكركم، أشكركم من أعماق قلبي. ولا بد أن أشير أن العدالة لا ترفرف إلا بجناحين، جناح القضاء وجناح المحاماة. ونعلم أن المحامون حقوقيون بامتياز، يدافعون عن حوزة الوطن، يمارسون الدبلوماسية الموازية بحنكة وبمهانة عالية، يشغلون. لذلك هي التفاتة كريمة لقطاع مهم، هي التفاتة كذلك احتوت والتفتت للعدالة المجالية، لأن نساء من مختلف أقالي المملكة. نرفع القبة على للمرأة المغربية أينما كانت، في المغرب العميق، في الحقل، في المزرعة، في الصناعة التقليدية، في المرأة القاضية، المرأة المحامية، المرأة الوزيرة، المرأة العمدة، المرأة ربة البيوت ومربية الأجيال. أحييكم من أعماق قلبي وأشكركم، وإنها التفاتة متميزة، وشكرا جزيلا. شكرا الأستاذة سليمة فرجي على هذه الكلمة. سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة ونائبة برلمانية سابقة وأمينة عامة جهوية سابقة لحزب الأصالة والمعاصرة وفاعلة جمعوية. بالطبع نلتقي في هذا المكان الجميل، مسرح محمد الخامس بالرباط، الذي له دلالات ورمزية معينة. وأتيت من مدينة وجدة، من عاصمة المغرب الشرقي، من المغرب للشرق الجناح، لأن الشرق هو يعني جهة حراس الحدود ومنطقة جد عزيزة على المغرب العزيز. نلتقي في هذا الحفل البهيج طبعا لنرفع القبة على المرأة المغربية، ليس فقط لشريحة من النساء، لأن هناك المرأة القاضية، المرأة المحامية، المرأة مربية الأجيال، المرأة المزارعة، المرأة في الحقول، الصانعة التقليدية، المرأة التي تتواجد في المغرب العميق. المرأة المغربية أثبتت عن جدارة واستحقاق أنها ناضلت من أجل الاستقلال وانخرطت في مسار التنمية الشامل. وكما جاء في الخطاب الأخير لصاحب الجلالة أنه لا تنمية بدون انخراط وبدون تفعيل المؤسسات الدستورية من أجل إدماج المرأة في المسار التنموي. المغرب نحن نصب لنكون دولة مصنعة،
وهناك حرب طاقية مناخية صناعية، ويجب أن تكون لنا يد عاملة تهم الرجال والنساء ككل. نحن لا نتحدث عن المساواة المطلقة يعني لفظ الذي استهلك، وإنما التساوي في الحقوق والواجبات وإدماج المرأة حتى يكون تكامل بين المرأة والرجل. وحتى كما جاء في الخطاب ليس هناك تغليب طرف على طرف، وإنما المرأة يجب أن تندمج لأن لها حقوق شرعية وقانونية ويجب أن تطبق هذه الحقوق. لذلك هذه الالتفاتة للمرأة المغربية، إنما ما نقولش أنا من أجل الاعتراف، لأن الاعتراف ثقافة الاعتراف هذه ترجمة ديال لا ريكونيسونس، وإنما هي وفاء للمرأة المغربية، شهادة في حق المرأة المغربية التي أعطت الكثير والتي يجب أن نشجعها وأن نواكبها وأن نحين النصوص من أجلها، من أجل أن تساهم في النهضة الاقتصادية الصناعية المناخية للبلاد. وشكرا جزيلا. نعم نعم. فاعلة شمعوية من نساء القانون، مدراء الأسرة، حابيت نعم حاضرة بالقوة نعم. بالطبع هذا سؤال وجيه، لان نعلم ان مدونه الاسره تمت المصادقه عليها سنه 2004، لذلك 18 سنه مرت على المصادقه على مدونه الاسره، وبالتالي تبين ان هناك العديد من الثغرات. هناك بعض النصوص القابله للتجويد وللتحيين وهي نصوص واضحه، وهناك نصوص قابله للمقتضيات او نقاش عمومي قابل للجدل. والخطاب الملكي كان حاسم، يعني الملك بصفته أمير المؤمنين بالطبع لن يحرم ما أحله الله ولن يحل ما حرم. إذا هذه المسألة التي قيلت بمناسبة المصادقة على مدونة الأسرة 2004، يجب أن نحاول أن نتفهم بعض الأمور العادية التي هي تهم الاجتهاد القضائي. الاجتهاد القضائي أبان عن عدة نقائص في التشريع، ونعلم أن التشريع هو أبو القضاء والقاضي يطبق النصوص التشريعية. لذلك نحن نظن أن بالنسبة للنصوص التشريعية هناك بعض النصوص التي تتعلق بتطليق الاشقاق، وهذا المشكل طرح مشكل يعني واحد الإشكالية كبيرة، على اعتبار أن نسبة الطلاق تطليق الاشقاق ارتفعت، وأن النص التشريعي يعني تناول المتعة بأن طالبة تطلق الاشتقاق تستحق المتعة، في حين أن الاجتهاد القضائي نسف النص القانوني، وبالتالي أصبحنا في تناقض بين النص القانوني والاجتهاد القضائي. لذلك يجب أن يتدخل المشرع من أجل يعني حسم هذه النقطة حتى يتم تطبيق القانون تطبيقا سليما من جهة. ثانيا هناك إشكالية المادة 16، هذه المادة كانت شرعت لفترة لفترة محددة مدتها 5 سنوات، وتم تمديدها لمدة 15 سنة، وهي الآن لم تمدد ولم يتم نسخها. لذلك إما أن يتم العمل بهذه المادة وأن تقيد بعض الشروط، مثلا عدم استعمالها لزواج القاصر أو للتعدد، أو نسخ المادة ككل يعني، ويبقى توثيق عقد الزواج هو المعتبر. هناك كذلك زواج القاصر، لأن الفصل 20 يحدد، الفصل 19 يحدد سن الزواج في 18 سنة، وينص الفصل 20 على استثناء أنه يمكن للقاضي بعد تقديم المبررات أن يمنح الإذن. هذه كلها يعني أمور، وكما نعلم أن الارتفاع مضطرد في هذا بالنسبة لزواج القاصر. وإذا هذه النصوص التي هي معنية بالتغيير، يبقى لنا مسألة الإرث ومسألة اقتسام الأموال، لأن كان واحد الفصل ديال 49 ديال اقتسام الأموال، هذا الفصل لحد الآن لم يفعل بصفة دقيقة، لأنه اشترط تحرير عقد ملحق عقد للزواج حتى يتم تبيان وكيفية اقتسام الأموال بعد الطلاق. ولكن في غالب الأحيان لما يتم عقد الزواج، في العادات والتقاليد أن أهل الزوجة يتم تجاوز هذه النقطة، ولكن من بعد كتخلق واحد الخلاف. لذلك إما أن يتم اشتراط هذا الملحق العقد بصفة يعني آمرة حتى يتم تحرير عقد الزواج والملحق، وإما أن يتم تحديد المسائل بصفة قانونية دقيقة حتى لا يتم يعني هذا المشكل ديال هناك من يطبق الكد والسعاية، هناك من لا كذلك تقديم الطلب المضاد في حالة تطليق الاشقاق لما يكون أحد الأطراف مسؤول عن انفصام العلاقة الزوجية، كذلك طرح مشكل يعني الممارسين من محامين وقضاة، نحن مارسنا ونعرف هذه المواد. تحديد مبلغ المتعة
في بعض الأحيان نجد أن وزير مثلا يتحكم له في المتعة 300 ألف درهم بعد 40 سنة من المتعة، ونلقى مياوم يعني كان في الخارج يتحكم له ب 300 ألف درهم على 30 سنة ديال العشرة، يمشي يعني يبيع دارو، أو لأن شي مرات كتستحي العشرة خاصة بالنسبة للمواطنين في الخارج كيلقى واحد الصعوبات كبيرة في هذه المسألة. إذن يجب هذه الأمور كلها أن تكون هناك يعني واحد نقاش مستفيض ما بين المشرع، ما بين الممارسين، ما بين يعني هو بحال حنا في لجنة العدل والتشريع، لماذا لم يتم تمديد أول نسخ المادة 16؟ لكون كان خلاف ما بين الفريق الاشتراكي وما بين العدالة والتنمية، إذن بقى في الرفوف ديال لجنة العدل والتشريع. نعلم أن هذه التقاطعات وهذه المشاكل الإيديولوجية بعض الأحيان تخلق، لذلك يجب أن نتجاوز بحال اللي قال صاحب الجلالة، هذه المسألة تهم المرأة والرجل والأطفال والأسرة ككل، وليس تغليب طرف على آخر. لذلك بالنسبة للإرث، هناك من يقول يعني يرى الإجحاف في التعصيب، أن لا يعقل أن يشتغل الزوج والزوجة ولهم بنات ويأتي الأعمال اللي عمر ما جاو ويجيو، يعني هذا نظرية. هناك كذلك مسألة، كاين الأمور اللي هي واضحة وثابتة، مثلا إن كنا نساء فوق الاثنتين فلهن الثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه مسائل دقيقة يعني بحال رياضيا ثابتة في القرآن الكريم، وبالطبع من الصعب جدا باش أنه، إذن هذه المسائل كلها مفتوحة للنقاش، ولكن النصوص اللي هي قابلة للتحيين والتجويد يعني الآن واضحة، يعني لا القضاة ولا المحامون عارفين مكامن الخلل بالنسبة للمدونة، وكذلك ثبوت النسب، ثبوت النسب حتى هو يعني طرح إشكال. إذن هذه المسألة كلها جاء في الخطاب الملكي بأنه ربما سيتم تعميم محاكم الأسرة، هذه مسألة جد إيجابية، لأن كانت هناك جلسات متنقلة باش يمشوا للمغرب العميق لإبرام عقود الزواج، ولكن أصبح المثقفون هما اللي يتحايلوا بثبوت الزوجية المادة 16 باش يبرموا عقد الزواج باش يكون يعني يلجؤوا للتعدد أو الزواج القاصر. لذلك هذه الأمور كلها يجب غير طرح النقاش للجميع الممارسين، ما نكتفيوش يعني بعد مع لجنة العدل والتشريع، مع يعني جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع العلماء، مع الفاعلين الجمعويين، حتى يتم تحيين وتجويد هذه المدونة ديال الأسرة، وتكون يعني ترضي الجميع، وتكون يعني تكون تحمي الأسرة المغربية. وشكرا.